السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة الطليعة الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج اختباركم، برنامج المقالب المضحكة. أحبتي مشاهدين، اليوم ويانا الفنان القدير علي داخل. طبعا جانا يتمشى الفنان علي داخل، وحتى ينتظرون الشباب ويلتقطون وياه الصور التذكارية. طبعا دخل المسابقة كأحد أعضاء اللجنة الفنان علي داخل، وكان أول شخص يدخل المسابقة اللي هو عباس قاطع. عباس قاطع اليوم راح يقدم لنا مشهد، ما ندري نبكي نضحك على هذا المشهد، خلونا نشوف. ايش راح اقدم لنا اليوم؟ مشهد كوميدي. مشهد كوميدي. الله. يا سعيد يمه، ها ها، يا سعيد يمه، بين اهله وعمامه، يا سعيد يمه. سعيد عافني وراح لبنان يدسين ممثل. ايه هو قاتل الوسخ. ما تقول لي يا تمثيل، روح اسبح وبعدين روح مثل. ولا هو طالع علي. اني فريد رطش وادنا صير ويا ممثل، بس دون هو اطرش شلون اصير ويا ممثل؟ يلا. ولا انا ادب ابني راح يطيش، اي راح يطيش ويصير عالمي. هذا مشهدك؟ نعم استاذ. طبعا مثل ما شفتم احبتي المشاهدين، عباس قاطع وصل الفنان علي داخل الى مرحله قال له انت ما ترهم، وجاء الرفض القاطع. طبعا ويانا الان المتسابق الثاني اللي هو ابراهيم محمد، ومشهد الزرزور، خلي نشوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو اسمك ماما؟ ابراهيم محمد. ابراهيم محمد. يا محمد. ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم مثل قبل؟ لا. انت دراستك شنو؟ تارك. يعني تارك مدرسه. ايش راح تقدم لنا؟ كلهم متسربين من الدراسه، جاي تطلع منهم. هم هسه الشباب يجي اغلبهم يجي يسجل قرا الاعلام وجا سجل. يجوز ينقبل ويكمل. يعني واحد مكمل ابتدائي، هي مكمل متوسطه. ما يلا ماما. عندي مشهد كوميدي، انا بالبيت اربي حيوانات. ايه. وبي ابيات شعريه ثريه. يلا. تفضل. سمعت الزرزور يزرزر. ايه. والدجاجه تقرقر. والبزونه تمامو. وبطني تقرقر. والكلب يهوو. فقالوا لي قم. فاتيت الى اختباركم. اي بس وين الحركه؟ وين وانت عابر قفلك؟ وين يعني كل شيء ماكو، ما شفنا. قال قم اختباركم. انا بقول لك قم اطلع. نعم احبتي، والتحق ابراهيم محمد بعباس قاطع بعد ما اجا الرفض القاطع. الان وصلنا الى عباس ليث المتسابق الثالث اللي راح يقدم لنا مشهد بسيط وجاد كالعادة، خلونا نشوف. إني عامل النظافة أحب الحياة. إني أخي أخي بلا زحم عليك أخي، ليش رميت نفاياتك بالأرض؟ مفكر إنه أكو شخص كبير راح ينحني يشيلها؟ يعني أنت بهذا الأناقة والترتيب واللبس مفروض ترتقي من الداخل مو بالمظهر. ترى هي ليش هيك؟ ارجوك انه ذبها باقرب مكان. شنو؟ هاي ليش رجعت شمرتها؟ مع الاسف. يلا الله وياك اخو، الله وياك، الله وياك حبيبي، الله وياك. عمو هاي ليش هيك؟ عمو شلون تعبر الشارع هيك؟ عمو حبيبي كان اندعمت. عمو ما تشوف سيارات؟ منو طلعك؟ طلعتني ماما. شلون تطلعك ماما حبيبي بهذا الطريق؟ بالحاويه. عمو ليش تذبها من الحاويه؟ مو هاي الحاويه، ذبها بالحاويه حبيبي. نعم ما نروح. عمو ذامت له، خل ماما تطلع. ليش انت جاي؟ بابا ما يقبل. ليش بابا ما يقبل حبيبي؟ خليه يجيب بابا لعد يذبها يا ابني، يعني تذبون الزباله من الحاويه؟ ما يصير هيك ابني. يلا روح، تعال خلي عبرك الشارع. يلا روح، يلا يلا روح لهلك. هاي شنو هاي؟ هاي صاير هنا؟ اخي 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 بلا زحمه عليك. الله يساعدك، بس مر رخصتك على يمي خلي احكي وياك. اقول لك انت هسه من ذبيت هنا مواد مال بناء، ما تفكر بالشارع راح تسده؟ ما راح تقول هاي العالم شلون راح تعبر؟ سيارات، حاله طارئه،
خطأ هذا تصرفك أخوي. يعني هسه أني يعني عامل نظافة من واجبي إنه أنبهك، خاف أنت يعني ما منتبه أو تحاول تغشم نفسك، هذا شيء غلط حبيبي. أني أفضل لك يعني إنه صح ابني، لكن بهذا أكو فراغ دا تشوف ليش قاطع الشارع أخي؟ ما يصير يعني أنت على قرب البناء ماتك تقطع الشارع عن العالم، هذا خطأ. فإحنا من خلال هيك برامج تهتم بالشباب نحب ننوه على هذه الفقرة، وهي فقرة عامل النظافة. أولاً عامل النظافة ده يتعرض للضرب، للإهانة، يسموه مسميات ما تليق به، وهو أهم شخص بتطوير المنطقة وتنظيفها. وشكراً للجميع. نعم أحبة المشاهدين، وقدر عباس ليث يعبر المشهد مالته على الفنان علي داخل، والآن طبختنا بدأت تستوي شوية شوية ومقلبنا بدأ يقترب. وصلنا الآن إلى ملك الكتل لعام 2019 أزهر ماهر، ومشهد الرسم على جدار المدرسة. بدري شو يريد أزهر؟ خلونا نشوف. أهلا وسهلا، هلا بك بابا. عليكم السلام. عليكم السلام، تفضل. الاسم بالخير. أزهر ماهر. أزهر. أزهر ماهر شنو؟ مهدي. مهدي، نعم. مشتغل قبل مقدم مسرح تلفزيون شيء؟ ها؟ لا. طالب معهد حضرتك؟ لا تارك. داخل المسرح شايف مسرحيات؟ لا. هاي أول مرة بحياتك تمثل؟ أشوف مسرحيات بالتلفزيون. هي أنت راح تقدم لنا إن شاء الله؟ مشهد كوميدي. يلا. طبعاً قبل ما أبدأ المشاهد خليني أحكي لكم شفت نكتين هيك. شنو؟ مو أنا شاعر شي، بس أحكي لكم نكتين هيك. إيه. شربت قهوة، الكراسي وقفان هنا. قدم لنا المشهد بابا. اي والله. النكته الثانيه شربت موس وجرحت مشاعري. موس ايش عجبك عندك؟ يلا فدوا مشاعرك، يلا لك بالجواب. يلا ماما ابدا. بس خويا مال الكراسي. نعم. قام ذاك اليوم جعت اكلت ونعست نمت بالعافيه، تعبت ارتاحت. يلا ماما كوميديا. نعم خلي بعد لا حطوه فرصه. خل نشوف الضيم. طبعا عنوان الشيء اللي راح اقدمه همسات المشهد يعني. اي والله همسنا. انت كاتبه؟ انت ماجد الك همسات. اي شوكي. ها قصدي مشهد. تفضل. يلا بابا. الهمسه الاولى اطشي. هاي همسه. اي هاي الهمسه الاولى. يلا خاب قبر اللبق عليه هيك همسه والله. شنو اجو؟ يلا خلي كم من الاستاذ علي، خلي كم مشهد. نعم ماما نريد مشهد. اي هي هو مشهد الهمسه الاولى اطسي. صفقوا لي يا وحوش. شنو؟ صفقوا لي يا وحوش. نعم. فاني لست من جماعه الكروش، ولم اكل في حياتي الماكنتوش، فتذكرت حين اقدر اقول لك قلوش. تحب قوقوش؟ خليني اكمل. نعم تفضل. يلا اي فتذكرت حينها العدس، لان العدس ما موجود. همست الثانيه غريب على جدار المدرسه. شنو؟ غريب على جدار المدرسه. كانت لازقينك بها عمتها؟ لا استاذ هو يعني كنت فوق الحائط. ايه يلا ماما. اي غريب على جدار المدرسه. عمتها مسودة مو موتة. تفضل يا عم. قفزت فوق الجدار فوجدت الدمار. الله. قد شنج ظهري. الله. الله لا يا غدار. تيان ورطك يا دزك علي. ها هي بعد ما عندك استاذ نزار رايك؟ عم هذا لو بيجي انا اذبه هسه مش فوق من طابق الثان ست. مرفوض. انا اقول لا مرفوض. وانا هم اقول لا. استاذ الباص الذهبي يمك والله ما اعرف يعني ما حلوه كلها ما حلوه. بيك 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 انت بيك لازمه بس انت ما اعرف بيك خيوط ضيع باي اتشو شنو اتشو غير همسه استاذ. يا همسه ماجد يعني ساد ما اكو ناس عندهم حساسيه اكيد يعصون. هي هاي الهمسه. هاي الهمسه. اذا هاي همسه كان والله اهمسها ببيتكم بابا احسن. لا تهمسها يا امي. طماطه هي استاذ. مرفوض. طماطه شنو؟ الضيف استاذ شنو رايك؟ رايك ها؟ هسه جان يحكي زين بيك مجال باب بيك بس انت مضيعها بهاي السوالف. شنو السوالف استاذ؟ هاي مال همسه. شنو همسه؟ غير همسه استاذ. همسه يعني ماكو بلغه همسه. همسه شنو ذي راح استاذ؟ يا طير عمي ما تجاوب الكاميرات في شغله بس خلي يطفون الكاميرات وجاوب. مالك علاقه بالكاميرات اكو مخرج وين صار؟ مالك علاقه بالكاميرات احكي. يلا طفوها. شو تستهزئ بي يعني حتى لو كنت يعني ما حلو غير اقول لك الصحيح بيك مجال بس انت متكلم هاي ما حلوه. شنو شلون يعني شنو مو حلو؟ يعني هو غير مشهد كوميدي خلاص
هذا هالكوميدي ضحك من يا ضحك من شنو ضحك من سودن يا اللي ضحك انت شنو ضحك يعني ارقص يلا تضحك يعني شنو ارقص يلا تضحك اي طبعا اه والله ضمن الكوميدي الرقص اي هاي انت ترقص مو انا انا مو ناقصة انا نفسي اي اه انت ترقص والله ارقص وهاش شدري يسوي سوي وغصب انت ترقص هو تعال المسرح بس ترقص اي بس وبس ترقص يلا شدري لا مو شريد انا انت شعلك آه؟ يعني استاذ ذا شرف يعني والله يعني محترم. يعني طلع مسلسل وحده انه شيء يحكي يعني مو هذا مشهد كوميدي يا مسلسل وحده ايش مدري انا حتى ما اذكر اذكره يمكن هي مال بيت الطين ها اخي انت تعرف بس هاي بس هاي بس هاي عندك اه ايه انت تعرفه لو لا هذا استاذنا كل احنا ابني يلا ولا استاذ استاذ على غير مو علي لان هسه صار ساعه يستهزئ بي ابدا طير شوف هذا شنو طير شنو تقول لي تطير انا حتى لو كنت بقناتي ايه لا تقول لي تطير تعال حتى لو اكبر مني اجيك تعال تعال اجيك انا تعال يا جي تعال اكتب لك هاي تعال شوف ايش كتبت تكتب لي ايش تكتب لي تعال شوف ايش كتبت لك ايش تكتب لي بس انت استعجلت تعال لا مو استعجلت تعال مو استعجلت تعال ايش اسمك انت اسمي ازهر ازهور يا حبيبي من شوي واحد شوي جر عادي لا تسوي خليه عادي صح ولا وانت تاج راسي وعلى عينه على راسي وانا لا كاميرا خبيه كاميرا خبيه يا كاميرا خبيه صار علي صار كاميرا خبيه ليش تضرب 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 انزل لي جوا انزل لي جوا بدي ناخذ خليك ما تطيح حظك هنا جوا شو تطيح حظي؟ دولنا تطيح حظي بس اعطيني مجال شو تطيح حظي؟ دولنا 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 كاميرا خفية كاميرا خفية دولنا دولنا اخر منه اخر منه دولنا قام يوجعني دولنا كاميرا خفية دولنا وحظ الكاميرا الخفية وحظ التنفيذ كله مبطل انا مدود له لا استاذ علي الكاميرا الخفية شنو استاذ علي حبيبي؟ على شنو؟ دواخن دواخن اكل قبر حتى قبر اقول له بيك مجال حيوان بيك مجال القندره طاح حظك وحظ التنفيذ والله سعد المالكي مثل احسن منك دواخن طب عرب ما يفيدك بعد ازهر ورا هذا العقال حقيقة هذا العقال من الطراز العربي الأصيل يعني يجوز يطبع بظهر أزهر حتى يشوف الأطفال أطفاله خطية بعد ما يتزوج ويكبر ويصير عدة أطفال ويلا تكبر وتنساها أستاذ أزهر وحقيقة كل هذا الموضوع احنا كنا حتى نرسم البسمة والبهجة على وجوهكم يا طيبين ويا حلوين أحبت المشاهدين بعد ما صار مقلبنا ويا الفنان علي داخل مثل ما شفتم وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل إلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله.